قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنذار لمن عبد نفسه لغير الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يبين لنا في أول سورة النحل أن الأنبياء جميعا جاءوا برسالة واحدة، ويبين لنا الأدلة على أن الإله واحد. يقول الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني، خلق السماوات والأرض بالحق سبحانه وتعالى عما يشركون. أتى أمر الله جاء بصورة الماضي، أي أتى يوم القيامة، والتعبير بالماضي هنا ليدل على أن الوقوع كأنه حصل. فأمر الله بقيام الساعة وحساب العباد وجزائهم هذا أمر قطعه الله فيه على نفسه، وسيكون لا محالة. فبعض الكفار عندما تنذرهم وتذكرهم يقول لك: إيه خلي الله موتنا، خلي يفعل ما يشاء. ربنا يقول لهم: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لا تستعجلوا العذاب، لا تستعجلوا الموت، سيأتيكم أو قد أتاكم. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه معناه تنزيها لله، وتعالى ترفع الله تبارك وتعالى عما يشرك به المشركون، تنزه سبحانه عما يشرك به المشركون. ما معنى الشرك؟ هو الطاعة والتبعية لغير الله تبارك وتعالى. فلينتبه كل إنسان إذا أراد النجاة وكان له عقل، هل تكون طاعته وتبعيته لغير الله ويسلك السبيل الذي لم ينزله الله تبارك وتعالى فهو يشرك بالله. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة بالروح، أي بجبريل عليه السلام، ينزل جبريل مع الملائكة من أمره، من أمر الله، على من يشاء من عباده، على من يصطفيهم الله من الرسل ويختارهم من عباده أن يكونوا رسلا. بماذا يبعثهم الله وبماذا يرسلهم؟ لماذا؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، أي أنذروا من عبد نفسه لغير الله وجعل لله شريكا فأطاع مع الله غيره، أنذروه أن يتقي ربه ويتقي عذاب الله بالعودة إلى التحرر الصحيح، التحرر من الطاعة والعبودية للمخلوق، وأن يكون عبدا للخالق. أن أنذروا أنه لا إله، لا معبود بحق ولا مطاع بحق إلا أنا، إلا الله سبحانه وتعالى، فاتقوني، أي اتقوا عذابي بطاعتي وترك الشرك وترك المعاصي. خلق السماوات والأرض بالحق، يبين الله لنا الهدف من الخلق. لم يخلق الله الناس والأرض والسماوات هكذا عبثا، يخلقهم يموتوا ويعيشوا وانتهت المشكلة، لا أبدا. هذا الكون بنظامه وهذا الخلق بدقته، الإيجاد بدقته. انظر أيها الإنسان إلى أولادك تجد نفسك، أو إذا ما لم يكن عندك أولاد ولم تتزوج، انظر إلى الولد الطفل الصغير كيف يخرج من بطن أمه وقد تراكمت خلاياه بدقة، العينين والأذنين والبطن والقلب وإلى آخره، كل ذلك بدقة فائقة. ثم يكبر، ثم يأتيه العقل، ثم يميز بين الخير والشر،
فإما أن يختار طاعة الله خالق الكائنات، وإما أن يختار العبودية لمخلوق بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. هذا الاختيار خلقه الله له، وخلق له في الكون ما يدله على قدرة الله، ولا أن الطاعة لله الذي خلق هذا الكون ويديره ويدبره. خلق السماوات والأرض بالحق، أي خلقها وفيها أشياء تدل على أن العبودية لله، وعلى أن الله خلق كل الأشياء بدقة ليتعرف الناس على ربهم، كما مر في كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: فبي عرفوني، يعني أرسل خلقهم وأرسل لهم الرسل وجعل لهم العقل حتى يعرفوا ربهم، لا حتى يخوضوا في العبودية لغيره فيكونوا عبيدا للعبيد سبحانه وتعالى تنزيها لله. تنزه الله تبارك وتعالى وتعالى وتقدس عما يشركونه تعالى علوا كبيرا عن الشركاء. فهذا يلحق بالله ولدا، يقول فلان ابن الله، وهذا يلحق بالله مثلا فقيه، ولاية الفقيه، فيطيع الفقيه وينسى طاعة الله والعياذ بالله تعالى. لا، الكل عبيد لله، والإنسان العاقل ينزه الله عما لا يليق به، ولا يكون عبدا لمخلوق سبحانه وتعالى عما يشركون. قتل الإنسان ما أكفره، كيف يعبد مخلوقا ويترك طاعة خالقه وخالق المعبود الذي يعبده سبحانه وتعالى عما يشركون. والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.